Le mois de mars, c'est la célébration de deux beautés, le printemps et les femmes. À mon nom et au nom de toute l'équipe de Ashwaka TV, je vous souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde, 8 mars. من هنا الى امي والى كل نساء العالم كل عام وانتن متالقات كل عام وانتن بالف خير. اجمل تحيه لامي ولكل ام ولكل اخت ولكل جده ولكل زوجه ولكل بنت ولكل نساء المغرب ونساء العالم. اقول بدونكن لا تحلو الحياه، فكل عام وانتن بالف خير. مناسبه 8 مارس عيد المراه، كنبغي نهنئ جميع المغربيات بهذه المناسبه وبهذا العيد. كنبغي نقول لكم عيد مبارك سعيد. مناسبه يوم العالمي للمراه، كنبغي نوجه الرساله لجميع نساء العالم والمغرب خاصه، باش ما تفوتنيش الفرصه كنبغي نقدم احر التهاني لجميع امهات العالم. اسقس مباركي تيم غالين من المغرب. سيتي افيك فو ميريام دو كازابلانكا. يوسف بن سيمان مراسل قناه اشواق تي في الالكترونيه هنا بمدينه طنجه. عبد الغني اتحماد مراسل جريده اشواق تي في بجهه سوس مسا. معكم حمزه بقنادل تقني مصور في جريده اشواق تي في من مدينه الدار البيضاء. معكم محمد زراري مراسل موقع اشواق تي في في اقليم الجديده. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.